نهايات مؤسفة لبعض الفنانين. الفنان المصري صلاح قابيل. قيل أنه تعرض لغيبوبة سكر فاعتقد الأطباء بوفاته ودفن حيا، لكن حارس القبر سمع أصوات تصدر من قبره، وحين أبلغ المعنيين وفتح القبر اكتشفوا وفاته على درج القبر بأزمة قلبية نتيجة الذعر والخوف الشديد عام 1992. يظهر اني جيت لحضرتك من غير ميعاد. وبكلمني في التليفون. وصل الاستاذ يا مدولي. الفنان المصري عبد الفتاح القصري. يا سيد الرئيس، قضيتنا اليوم هي قضية الحق، ولقد ظهر الحق وزهق الباطل. اصيب بالعمى المفاجئ على المسرح فهجرته زوجته واخذت كل امواله، وصادرت الدولة منزله ليعيش في غرفة معدمة عانى فيها من البرد والجوع، مما أثر ذلك على مخه وإصابته بفقدان ذاكرة، ليموت عام 1964 ولم يحضر جنازته سوى 3 أفراد. اعتدى على الشرف والفضيلة الذي والتي يحميهن القانون. الفنان علي الكسار. امبارح كسرت باترينا بتاعت اجزخانه ودفعنا لك 2 جنيه غصب عني، وامبارح كسرت النفير الولاد اللي فسدوه، والنهارده دفعنا لك غرامه 50 قرش. مات الفنان علي الكسار وحيدا على سرير من الدرجه الثالثه في مستشفى القصر العيني، حيث كان يتعالج من سرطان البروستاتا عام 1957. ولكن كفايه ان المبالغ دلوقتي دي 250 قرش ساغ يخصم مرتبك. يعني نشتغل الشهر ده كله ويبقى كمان علي 50 ساعة مش شغلي. هم راح ناكل منين انا ومراتي وبيتي؟ حرام عليك. الفنانة سعاد حسني. الناس كلها بتسأل فين سعاد حسني، ليه غايبة عننا؟ سقطت الفنانة سعاد حسني من شرفة منزلها في لندن عام 2001، وتراوحت الأقاويل بين قضية قتل وحادثة انتحار، لأنها لم تتحمل تغير شكلها بسبب المرض ولم تكشف الحقيقة حتى الآن. لا طبعا ما فيش، مش غايبة ولا حاجة. أنا كنت تعبانة شوية، يعني فعلا كنت تعبانة شوية وكنت متضايقة، كنت غضبانة جدا، يعني غضب شديد قوي قوي قوي. الفنان عماد حمدي. أصابته حالة من الاكتئاب بعد وفاة شقيقه التوأم عبد الرحمن، فاعتزل الفن وتوفي وحيدا في شقته نتيجة أزمة قلبية عام 1984، ولم يكن معه مصاريف جنازته. الفنان يوسف العسال. انا الدكتور جورج. الو جورج. جورج مين؟ ابو مصطفى؟ جار الحاج ام مصطفى والمشرف على العلاج بتاعها من زمان. اقتحم شقته مجموعه من اللصوص وقتلوه بهدف السرقه، ولكنهم لم يجدوا في الشقه سوى 200 من الجنيهات. انا ارجوك تعذرها، لان هي مش متقبله صدمه موت ابنها الوحيد. السوشيال من اجل الوطن. الفنان عبد السلام النابلسي. لأن العقل الفنان للفن زي اللجام للحصان الجامح. العقل بمعنى الذكاء؟ لا 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 لا، الذكاء شيء والعقل شيء. أعلن بنك لبناني اسمه أتترا، والذي كان يودع فيه أمواله إفلاسه، وبالتالي إفلاس النابلسي الذي تسبب الخبر بتفاقم مرض القلب الذي كان يعاني منه، حتى أودى بحياته عام 1968. ولم يكن مع زوجته مصاريف الجنازة
فتكفل بها صديقه الفنان فريد الأطرش. أستاذ عبد السلام، إيه اللي أنت هتاخده ده؟ أنا باخد حاجة علشان معدتي، لأني كنت في لندن وعندي التهاب في المعدة. ما تخافوش، ما فيش حاجة، التهاب في المعدة. الفنان أنور وجدي. لكن أنا ضعيف، ما أقدرش أساعده. فين الأكل؟ فين المية؟ أصيب الفنان أنور وجدي بمرض وراثي في الكلى، وتحامل على مرضه لوقت طويل، ولكنه حين تزوج من حب حياته الفنانة ليلى فوزي توفي أثناء شهر العسل في باريس، ليعود إلى مصر جثة هامدة عام 1955. أسرك يا أمير، دي إرادة ربنا، ومن حسن الحظ إن عدالة السيد بدران يقظة بتحمي الأبرياء وتبطش بالمجرمين. الفنان محمد فوزي. حبيبي وعناية لو في وسطي بيا. بعد أن أممت الدولة الشركة التي أسسها بجهده، وهي شركة مصرفون، وأصابه مرض نادر، فانفض من حوله أصدقاؤه الفنانين، ليموت وليس معه سوى زوجته الثالثة كريمة عام 1966، ولم يمشي في جنازته سوى البسطاء وعامة الشعب. ليه بس يا قلبي تبص لفوق تبص لفوق، الشوق الشوق حيرني. الفنان رياض القصبجي. صباحية مباركة يا ابن العبيطة. الله يبارك فيك، عقبال عندك يا شويش. عقبال عندي يا اخي، اخرج ده قطع لسانك قليل الادب. اصيب الفنان رياض القصبجي بالشلل النصفي، ولم يستطع توفير مصاريف العلاج، حتى أن ابنه اضطر للعمل ليستطيع شراء الطعام، وتوفي عام 1963 بسبب عدم توفر مصاريف علاجه. بوروروم، شغلتك على المدفع بوروروم. ما هو يا شويش عطية أصل الحكاية. الفنان ستيفان روستي. الشايب ده يبقى السيد حسين، يبيجي لذاتي يفتح لها في الصالة، إنما أنا شطرة وانت السادقة الجوكر آس. اسأل أمك عني، ما كنتش تعرفيني كويس. بعد أن سمع الفنان ستيفان روستي إشاعة وفاته، فذهب إلى حفل تأبينه بنفسه، مما أثار الذعر في المكان، ليتوفى بعد أسابيع قليلة عام 1964، ولم يكن يملك سوى 10 جنيهات في جيبه. مدي لك ايدي ترفضها؟ مين قال لك مدي ايدك؟ فمدي لي انت ايدك بالالف جنيه. هكونوا عندك الليلة كده؟ انا مورسي انشانتيك سلانت. الفنانة ميمش كيب. كان موصوف لك المهندس، ودلوقتي بقى كوخ المهندس. ما كنتش فاكرة كده، طول ما هو قاعد في البيت نقر من نقري وناويلي على نيجي. واجهت الفنانة ميمش كيب العديد من المصاعب في حياتها، وفي النهاية قتلت ورميت جثتها من شقتها في وسط البلد عام 1983، ولم يعرف قاتلها حتى اليوم. اسمعي كلام زنوبي، داني في شبابي كنت حلو زيك، وكنت كل لما نمر على واحد ما كنتش اسيبه قبل ما اسلب منه اللي انا عايزاه. الفنان عمر الشريف. وانك انت كلهم مسلمين. اسمعي كلام، قولي بقى الحكاية دي. كلهم مسلمين، الواحدة امه يهودية. لكن عن الفنان عمر الشريف لسنوات من مرض الزهايمر، وتوفي وحيدا في دار للمسنين في القاهرة، ولم تكن جنازته تليق بتاريخه.
والآن عزيزي المشاهد، أي من هذه المعلومات لم تكن تعرفها من قبل؟ من فضلك لا تنسى أن تشاركنا التعليق. شكرا لكم على حسن المتابعة. لا تنسى أن تضغط على زر الاشتراك ثم الضغط على علامة الجرس حتى تصلك الفيديوهات الجديدة فور نشرها. متابعي قناة كل شيء، أنتم سر نجاح القناة. شاركوا الفيديو مع أصدقائكم تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.